تساوي. ويوجد يعني عدة أنواع من الكوديج، سوف نرى على سبيل المثال اللغة الفرنسية أو اللغة اللاتينية عامة، سوف نضع ISO ISO ثم نضع هذا الفاصل ثم 8859 ثم 1. هذا يعني شارست للغة اللاتينية عامة. ويوجد أيضا للغة العربية، فقط يمكن فعل بحث صغير لمعرفة اللغة العربية. أظن أن فقط هذا الواحد سيصبح 5. المهم الآن سنرى يعني إذا كنا نكتب بشكل مختلط ما هو الكوديج الذي سنحتاج، وهو UTF-8. هذا هو الكوديج الذي يعني يستعمل إذا كنا نستعمل لغات مختلفة، فهو سيمكننا من رسم الحروف بطريقة جيدة والتعامل مع الكتابة بشكل سهل. الآن سنمر لميثاق أخرى، وهي ميثاق لديها يعني تغيير جذري على الموقع، وهي تسمى ريف ريش. وهذه الميثاق يعني تعمل ريفريش لموقعنا، يعني تعيد تحميل موقعنا بصفة يعني غير منتهية إذا حددناها. فعلى سبيل المثال سنأخذ في الكونتنت، نكتب أولا يعني المدة التي سيقضيها الموقع بين كل تحميل وتحميل. على سبيل المثال نضع 15 ثم نضع فاصلة. فإذا كتبنا هنا يعني نفس موقعنا، نأخذ على سبيل المثال إذا كان لدينا موقع http://www.waqfonline.com وكتبنا هنا في الكونتنت يعني نفس موقعنا أي http://www.waqfonline.com، فسوف يحمل موقعنا كل 15 ثانية، سوف يعيد تحميل بنفسه إلى يعني بصفة غير منتهية. سنأخذ على سبيل المثال الآن موقع آخر، سوف نفترض أن موقعنا هو waqfonline.com، وسنكتب هنا نأخذ على سبيل المثال http://www.google.com. فسوف يعني أقلص المدة فقط 5 ثواني ثم Ctrl S ونعود إلى المتصفح لنرى ماذا سيحدث. سوف أضع F5 وبعد 5 ثواني سوف يتجه موقعنا إلى كما تلاحظون google.com. وهذه الطريقة يعني تكون مرة واحدة، ففقط عندما نعود إلى الموقع سوف يعيد تحميل الجوجل بيج بعد 5 ثواني، وسوف يحدث هذا في كل مرة نزور فيها الموقع. يعني سوف نأخذ على سبيل المثال نفس البيج والتي هي subscribe.html ثم نعود كما ترون في هذه الخانة، يمكن أن نرى أنه يعمل ريفرش كل 5 ثواني كما تلاحظون.
فلملاحظة ذلك يمكننا أن نكتب هنا تكست ما، وعند عمل يعني كنترول اس ونعود بسرعة سوف نرى أن بدون عمل F5 سوف يظهر لنا هذا التكست، فهو يعيد تحميل نفسه كل 5 ثواني. وبهذه الميتا تاج سنكون قد أتممنا جميع يعني رؤية عامة لطاقات الهيد، وسنرى الآن يعني أشياء هي يعني عامة في HTML ولكن يمكن أن تكون لديها قيمة أو تكون أن يمكن أن تكون مهمة. فعلى سبيل المثال نريد كما تعلمون عندما نكون في إطار يعني بروجكت أو نكون نعمل في يعني عمل كبير أو مهم، فبعض المرات يجب أن نأخذ نوت أو نكتب شيئا ما لنتذكر يعني ما فعلناه أو ما سنفعله. فعلى سبيل المثال في الـ HTML يوجد لدينا كود لنعمل كومنت، وهو لن يظهر على صفحتنا بل فقط يفسر لنا الكود أو يجعلنا نتذكر ما نحن يعني بطور عمله. فعلى سبيل المثال هذه التاج هي التايتل تاج، ولعمل الكومنت سوف نفتح أصغر من ثم علامة تعجب ثم اثنان من هذا الرمز. كما ترون الآن لم نغلق هذه الكومنت تاج، وأصبح كل التكست في النوت باد لونه أخضر. النوت باد يلون باللون الأخضر أي كومنت في الـ HTML. سوف نغلق الآن بعمل اثنان من هذا الرمز ثم أكبر من، ونكتب هنا في وسط هذين الرمزين. فعلى سبيل المثال هذه التايتل تاج سوف نضع هنا كومنت this tag presents the title of our website. هذه التاج تمثل التايتل لموقعنا، يعني يمكننا وضع أي كومنت هنا. على سبيل المثال نضع على سبيل المثال star head، ثم نضع هنا فإذا عملتم يعني source code لأي موقع أي موقع سوف تلاحظون مثل هذه الكومنت، فهي لن تظهر على الموقع نفسه وإنما تظهر على السورس كود. هنا نضع على سبيل المثال end head، يمكننا نفعل نفس الشيء بالميتا. هنا نضع start meta name التي تأخذ النيم، ثم هنا نضع end meta name، ثم هنا start meta http ekiv، وهنا end http ekiv، وهنا يعني يمكن أن نضع start forms، وفي الآخر نضع end forms. يعني يمكن أن تكون ذات قيمة مهمة. وسنعمل يعني Ctrl S ثم نعود إلى الموقع، وسترون أنه لا يوجد أي تغيير على الموقع وإنما سوف نرى ذلك في السورس كود، فهي تكون أيضا موجودة في الفايرفوكس عبارة عن لون أخضر. أما العنصر الثاني في الـ HTML وهو التنظيم، وكنت قد وضعته من قبل، أي نضع هنا تاج أو tabulation. فعند فتح الطاق العامة تكون قريبة يعني لهامش
النوت باد. أما عند وضع يعني سوف عند وضع يعني طاق تكون عنصر من الطاق الرئيسي، فنعمل هنا tabulation. والtabulation هي تلك ذلك الزر الذي يكون فوق الكابس لوك الذي يجعل لنا يعني الكتابة بالكابيتالز. يعني في عند الضغط على الكابس لوك سوف نكتب يعني بحروف كبيرة أي كابيتالز، والتاب هي الزر الذي يكون عامة وفي كل الكيبوردز في كل لوحات المفاتيح فوق الكابس لوك، ومكتوب عليه تاب، ونرى سهم متجه إلى اليمين أو سهم متجه إلى اليسار في الفوق وسهم متجه إلى اليمين تحته مباشرة. يعني هذا هو رمزه. فعندما نعمل مثل هذا التنظيم يسهل جدا رؤية الكود. فهنا نعرف أنه يوجد طاق رئيسية تتبعها طاق ثانوية ثم طاق ثانوية أخرى إلى غير ذلك، وهنا يسهل القراءة. فنعرف أنه يوجد لدينا 3 lines، وفي في اللاين الأولى يوجد 2 يعني columns. تسهل القراءة جدا، وذلك لن يغير أي شيء في الـ HTML.